اليوم جوج الوصفات من عند زينب ومن عند حنان وتبارك الله عليكم من لاباج ديالنا. اذا وصفه طبيعيه لتبييض الاسنان وتغذيه سلتها كيف ما قالت لنا زينب. فحنا دائما كنبغيو تبقى عندنا واحد اللثه اللي هي صحيه وفي نفس الوقت سنات لهما بيضين، حتى الا كنا متبعين عند الطبيب وعند هذا ورتمشوا دائما عند دونتيست فما خص شيء ضروري اننا نديروا بعض يعني الوصفات وبعض المكونات اللي كتعاوننا ان سنيناتنا يبقاو بصحه جيده. غادي نحتاجوا جوج المعالق كبار ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال العسل الحر، العسل ديال النحل قلنا، جوج معالق كبار ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال العسل ديال النحل. الطريقه غادي نمزجوا كلشي مزيان، الملحه مع العسل مع كلشي المكونات مزيان، كندهنوا بهم سنيناتنا واللثه ديالنا كتكون تقريبا يعني بحال شي عجينه، فهداك الشيء علاش كنبقاو ندعكوا بها السنينات ديالنا في الاول واللثه هي بديداتنا، ومن بعد كناخذوا الشيتا وكنبقاو كندوزوا بشويه كتكون ديك الشيتا رطبه شويه. ردوا البال الناس وكاملين اللي كيسمعونا سواء نساء رجال او الوليدات الصغار، فما كيعنيش ان اذا كانت عندنا فرشاه اسنان قاصحه صافي تجي غراه غادي نبقاو كنقيو مزيان سناننا، بالعكس خاص الطريقه باش كنفرشوا اولا باش كنحكوا سنيناتنا هي اللي كتخلي السنينات يكونوا دائما نقيين وهكذا كنبعدوا على المشاكل ديال السوسه اي داكشي اللي كيجي من بعد. فكذلك ضروري من استعمال معجون اسنان اللي هو كيجي مع الحاله ديالنا حنا، مثلا ما تنستعملوا معجون اسنان وحنا اللثه كضرنا هو ما كيعاونش اللثه، لا ناخذوا اول حاجه وتكون عندنا الاولويه نختاروا يعني معجون معجين كثيره، يعني نقدروا نشوفوا فين ما مشينا سواء في لي فارماسي ولا بارا فارماسي وفي لي سيرفاس لي غان سيرفاس بحال لي سوبر مارشي كنقدروا نسولوا الدانتيست ديالنا كيعطينا السميات بالاشكال والانواع، وكذلك حتى الشيتا ديال السنان كتكون فيها يعني بزاف بزاف ديال يعني اقتراحات، كاين اللي سنيناتها او الشيتا كتكون كبيره، كاين اللي كتكون صغيره، كاين اللي كتصلح لهذا المشكل، كاين اللي كتصلح لهذا المشكل، كاين اللي مثلا كتوصل مزيان كتنقي جهه الدراس مثلا الا كان عندكم هذا المشكل ديجا فمكم تيكون صغير وكتكون الشيتا ما كتنقيش مزيان جهه الدراس، كاين اللي كتكون مثلا مفيده جدا للقواطع او للسنينات القداميين. فانا كنترجاكم يا ربي ان شاء الله الميساج يوصلكم اليوم، كبار وصغار السنينات خصهم دائما العنايه، ماشي الا مشينا مره درنا دي تارتراج غنساو سناننا العام كامل، لا دي تارتراج سي فري كيدار ولكن ما كيدارش دائما لانه كيقدر انه من بعد يبقى يحرك السنينات. كذلك بالنسبه لاجنسيف، اي واحد لاحظ على ان لاجنسيف كدمي ليه فيدير دائما بان يعني بان دو بوش او لا يشلل فمو بالشيح او لا يدير مثلا السواك، فكاين بزاف ديال لاستيوس سواء طبيعيين سواء بالالتجاء عند الطبيب ديال السنان، وما نخافوش من الطبيب ديال السنان فكيف ما كان الحال ديك البراسة على البنج غادي تنسينا الالم كامل. ما نبخلوش على راسنا وما نبقاوش نفوتوا في سنيناتنا ودريساتنا والدراس ديالنا، لان كن تعرفوا بزاف ديال المشاكل اللي كترتب على اهمال هاد السنينات ديالنا، فغادي تبقاو زعما غادي تشوفوا بعض الاشياء اللي هي صعيبه شويه. صراحه ما باغاش نتفائل عليكم ولكن هي فرصه صراحه من خلات لينا زينب هاد الطريقه او هاد الخلطه، فانا تفكرت بزاف نهضر لكم على هاد الموضوع لان كاين اللي كيبقى ضروا الدرس حتى كيولي في مشاكل كبيره، كيولي في دي زوبيراسيون، كيولي في انه كيبقى ينقي سنان. فاحسن حاجه الوقايه خير من العلاج، اي حاجه بانت لك ما هيش في الفم ديالك فمعليش غتمشي واحد النهار غادي تصبروا واحد المده ثلاثه لاربعه ديال سيونس فاش كيسولي السنينات هما هذوك مقادين كاملين مكمولين، فان شاء الله المساج يكون وصل. غادي نكمل دائما مع فقره الجمال والصفغ، السنان عندهم دور كبير في الجمال ديالنا وفي الشخصيه ديالنا، الضحكه فاش كتكون كامله كتخلينا مرتاحين، ولا كانوا سنيناتنا فيهم غير شي عيب كنحشموا حنا نضحكوا ولا نهضروا ولا نديروا شي حاجه مثلا أولا نقربوا من شي حد.